ايش؟ يلا الآن بقى نبدأ نفتح الصندوق. نفتح يمكن أكمل كبرة. هو حط الزر بحق إذا بعض السلامات كفو. يلا بحضي حظي أم حظي وش حصل؟ صوت الجلسة قطع يا أخي. حصلته. ترى أنا كنت أفتح هذا عشان أكون مخرج وأكون مستعمل جديد. معك الصندوق هذا بدون ما افتحه اشوف حظه. كم عاد تنتظر حتى نفتح؟
والله حرام.